لكن عايز ابتدي كلامي معاك يا كابتن شطه عن الحدث الاهم. شفنا الاتحاد الافريقي او المغرب خاصه اخر 3 نهائيات، يعني بطوله الاهلي والزمالك، النهائي الافريقي اللي جمع الاهلي والزمالك لعب في مصر بحكم ان الاثنين من مصر، لكن لو كان في نادي مغربي كنا شفنا النهائي في المغرب. السنه اللي فاتت الاهلي وكايزر تشيفز برضه في المغرب. السنه الثالثه الاهلي والوداد في ظروف غير طبيعيه في المغرب. هل الامور اللي بتحصل دي يعني او شايفها ازاي حضرتك؟ والله بص يا كابتن اسامه، انا بقول لك على حاجه حصلت في فتره 4 سنوات من احمد جه، اللي هو الرئيس السابق اللي اتهم بالفساد طبعا. كانت كل الفانكشنز وكل الدورات التدريبيه وكل المؤتمرات وكل السيمبوزيومز وكل الحاجات دي بتتعمل في المغرب. كلها بتتعمل في المغرب. لان الحقيقه يعني نجاح احمد في 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 الاتحاد الافريقي كان يعني الاستاذ فوزي رجع من اكبر مؤيدين انه يغير عيسى حياته، عشان الحقيقه رئيس عيسى حياته كان راجل قوي وراجل صارم وراجل كان محايد وراجل كان برغم اتهامه ببعض الحياة في بعض الامور وانه بيحابي بعض لكن عمره ما حاب الحد وعمره ما قال الكاميرون دي تكسب ولا تلعب ولا احنا لعبنا النهائي دوري الابطال 2008 والقطن الكاميروني في الكاميرون وهو كان موجود وكسبنا القطن الكاميروني وخدنا البطوله. طب اقول لك على حاجه، والحكم حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي ضربه جزاء مظبوط وما حسبش للقطن الكاميروني ضربه جزاء. جابوا الحقيقه جابوا قال له انا سالتك يا كان الحكم وقتها انا ناسي اسمه، قال له انا قلت لك جيت قلت لك والله ده كان القطن الكاميروني ده يعني ترعينا مثلا ولا حاجه ما حسبتش ضربه جزاء تدخل خالص ولا تدخل. وقال لجنه الحكام انا كان ممكن انا قال لهم كده انا كان ممكن ان انا اطلب من الحكم يديني تفسير ليه حسب ضربه جزاء غير صحيحه للنادي الاهلي وحرمني من ضربه جزاء صحيحه. لكن دي عشان كره قدم وقرار حكم، انا لن اتدخل في التحكيم. لكن دلوقتي شوف التدخل في التحكيم ده، حتى جوميز نفسه انا بعت له تويته صغيره كده انا عارفه شخصيا، قلت له عايز اعرف 3 دقائق قضيتها بيصلح الوايرلس سيستم بتاعه. 3 دقائق 3 دقائق حارس المرمى وقع 10 تغييرات 10 10 5 و5 ومدي 4 دقائق احسبها لي كده انت كده، دي مش اقل من 12 دقيقه ما شاء الله. بعت له التويته دي ما اعرفش وصلته ولا تفائلنا قبل المباراه بعد تعيين فيكتور جوميز وقلنا الحكم الانزه في قاره افريقيا، لكن اللي شفنا امبارح في بعض اللعبات كده في كره اللي عدت ما كانش فيها حاجه وكان 2 من لعيبه النادي الاهلي رايحين على واحد من الوداد كان ممكن يسمح باستمرار اللعب ولو فيها حاجه كان رجع للفار، ما انت عندك فار. والله انا بص انا مش عايز اقول التحكيم هو السبب، التحكيم ما كانش السبب، هناك اسباب فنيه واسباب اداريه واسباب برضه كمان في وجود الظلم اللي واقع في الاتحاد الافريقي، هناك كانت اكثر من 10 او 15 عامل تسبب في هذه المباراه انها تكون بهذا السوء. اولها الظلم اللي وقع على النادي الاهلي وازاي يلعب مباراه نهائيه المفروض تبقى نيوترال محايده تلعبها في بلد، وارجع لك تاني السبب احنا الاتحاد المصري لكره القدم هو اللي تسبب في هذه الازمه. كان يجب يطلع حد من الاتحاد المصري لكره القدم يقول لنا ليه لم يذكر لحتى هذه اللحظه. اللي انا سمعته انه الجواب اللي جه بتحديد بعض البطولات 5 بطولات الاتحاد الافريقي طلبها من الاتحادات الافريقيه كلها 54 دوله، يا جماعه اللي عايز ينظم بطوله افريقيا كاس الامم الكره النسائيه تحت 17 سنه تحت 19 الخماسيات الكره الشاطئيه كل حاجه ذكرها، الجواب ده ليه ما ظهرش للنادي الاهلي عشان يقول لهم انا يعني هنظم بطوله افريقيا لدوري الابطال؟ ما قالناش. المسؤول او المدير التنفيذي عارف كان رده يا كابتن شطه؟ قال ايه؟ قال لك الجواب بعد ما جالي اصل انا حطيته في الدرج وقلت النادي الاهلي اكيد عارف. لا يمكن. لا ده كان الرد. لا 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 ده رد، انا اعتبر انه انا طبعا انا استاذ وليد عطار صديقي لكن ما اظنوش قال كده يعني، او اذا كان ده قال اكيد قال كده واحنا سمعناه كلنا يعني قال احنا قلنا النادي الاهلي اكيد عارف وحطينا الدور. طب يعرف ازاي النادي الاهلي؟ يعني يعرف ازاي؟ انا لو كنت موجود في الاتحاد الافريقي كنت قلت للنادي الاهلي في جواب راح للاتحاد المصري لكره القدم. بس مين يعني المفروض طيب خلاص الاستاذ هاني ابو ريده كان برضه يبلغ يعني طبعا وهو عارف كويس ان الاتحاد المصري هيبلغ. وهل النهارده الوداد طلب قال لي يا جماعه انا عايز اتقدم ولا فوزي رجع هو اللي تقدم لنفسه؟ قال لهم يا جماعه الجواب ده انا بعته عشان انتوا تتقدموا. المشكله الاكبر يا كابتن اسامه انا بقولها لك اهو، انه ليه حدد الفريق اللي لما كسب الوداد وعرف انه هيوصل نهائي كان يجب عليه في الحاله دي
انه ما يعلنهاش في ذلك الوقت، كان يعلنها من بدري شويه. أيوة. من قبل ما الوداد والاهلي يوصلوا زي اوروبا، ما احنا بنشوف من قبل البطوله ما تنطلق بسنتين. الناس بتعلن بسنتين. بتعلن مين الملعب ايه والملعب البديل كمان ايه، يعني مش ملعب واحد كمان، لا ده انا قعدت ملعب بديل.